الباب الخلفي ما بيفتح شو الله. عندك عمولة 20 طالب. مقاعد مكدسة، طلاب وطالبات في باصات غير مرخصة لنقل الطلبة، فضلا عن مخالفة أخرى أظهرتها حملة أمنية رافقتها كاميرا رؤية. تحميل ركاب زيادة على المقرر 15 طالب، وعندك عدم حمله، وعندك انتهاء الباص أقل من سنة باص معك. نفتح باب السحاب وباب الخلفي حتى نشوف كثير عدد بسر. تأكد منه. ما نزلت الاتفاق 30 لسه في حد مبين. الحملة الأمنية كشفت عن واقع صادم في بعض هذه الباصات ومشكلات فنية تنذر بخطر جسيم يهدد سلامة الطلبة. والله خذوا بالباص ولا بودون. القائمون على الحملة أكدوا جهل الكثير من أولياء الأمور لحقيقة الحمولة الزائدة في هذه الباصات، حيث لجأ السائقون إلى إخفاء هذا الواقع عن الأهالي الذين تدفعهم الضرورة إلى الاستعانة بالباصات الخاصة لنقل أبنائهم. أستاذ خلف معك 17 راتب معك 12 زيادة، قلت لك تعطل عندك مقاعد إضافية، تعطل معي الباص واضطرين هاي الدين. الله يسلمك يرضى عليك. لا ما معك رخص، لا معك رسوخ، لا معك رسوخ، لا معك رسوخ، لا معك رسوخ، أضرك لا تخوله، والله عندك لا تخوله، رسوخ رابعة ما بتخولك سوق الباص. طيب. هاي الأوراق موجودة، والله ما أنا شوفوني أخوك، بس هو اليوم مش طالع، بس مش هاي اسم أخوك، مش راكب معه في الباص. يعني هاي مرخص كل شيء باسم أخوك. حد المسموح كده. حد المسموح 23 راكب، المسموح 23 بتحمل واحد في الباص. عندك تحمير ركاب زيادة عن حد المقرر، معك 4 ركاب زيادة صح؟ عندك استخدام المركبة العمل مقابل أجر. تعال افتح لي باب الباص عشان أشوف قديش معك ركاب.